كما نبه الرئيس السيسي إلى أن المؤامرة الكاملة على مصر كانت في العام 2011 عندما انشغل المواطنون في الميدان في الوقت الذي كان فيه يتم تخريب مؤسسات الدولة في سيناء. ولفت الرئيس السيسي إلى أن هناك مقدرات وتكلفة قدمتها الدولة وأن ما حدث ليس وليد اللحظة بل كان نتاج فكر وتخطيط. اوعوا الموضوع ده يتكرر تاني. اوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية في خراب بلادكم. الكلام ده اتعمل لما البلد فكت في 2011، وهفضل أكررها لكم وأتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على الكلام ده. الكلام ده حصل لما البلد فكت في 2011. علموا الكلام ده في المدارس، وعلموا الكلام ده في الإعلام، وعلموا الكلام ده في الكليات. ده أمر مهم قوي، تدمير الدول من الداخل، تدمير الدول من الداخل. ده فكر وعلم، وأرخص على اللي بيعملوه أرخص تكلفة. تكاليفه قليلة قوي إن أنا أدمر بلد بأهلها.